بداية أسبوع جديد وبداية شهر جديد للتعاملات العالمية في الأسواق العالمية، حيث أبدأ بهذه الجولة الصباحية عن الأسواق العالمية وأبدأها بالأسواق اليابانية، مؤشر الأسواق اليابانية مشاهدين على افتتاح قبل قليل، وأيضا كذلك الأسواق الصينية تسجل ارتفاع بعد أن كانت على مدى 17 شهرا مضت تسجل انخفاضات متتالية، اليوم أيضا تسجل ارتفاعات على غير العادل بالنسبة للأسواق اليابانية والصينية. أيضا مستهل التعاملات في الأسواق العالمية، حيث الأسواق الأمريكية على أيضا ارتفاع. أيضا أذكر بأن شهر يوليو كان مؤشر إيجابي للأسواق العالمية عموما بالنسبة للأسواق الأمريكية في هذه الأثناء متابعين، وبعد عملية اتفاق منظمي أو منتجي أوبيك بلس بعد الاتفاق الأخير، ويبدأ من هذا الشهر أغسطس حيث سيبدأ الانتاج الجديد والحصص التي تم الاتفاق عليها مسبقا ما بين أعضاء دول أوبيك بلس، حيث يعني تسجل الخامات الآن انخفاض ب1%، هذا بالنسبة لعقود النفط. بالنسبة للعقود الأجل أيضا للخامات الأمريكية تسجل انخفاضات سعرية الآن، أيضا كذلك حول أهمية القانون الأخير، القانون الأمريكي بالنسبة لعملية دعم البنية التحتية في المشروع القانون الأمريكي الأخير، والذي يتركز على البنية التحتية تحديدا بقيمة تريليون دولار، يشمل إنفاق 550 مليار في 5 سنوات على مشروعات طبعا تنموية، منها الطرق والسكك الحديد وأيضا محطات شحن السيارات الكهربائية، كذلك فضلا عن 450 طبعا مليار دولار أخرى جرت الموافقة عليها مسبقا من قبل البيت الأبيض خصوصا الكونغرس الأمريكي. هذه في الأسواق العالمية كما ذكرت. أيضا هناك ارتفاع في الدولار، نوعا ما انخفاض في الذهب، بينما الخامات أو خام البرنت يسجل انخفاض في هذه الأثناء ب1% بعد الاتفاق الأخير لمنتجي أوبيك بلس حول زيادة الانتاج، ويبدأ من هذا الشهر من بداية أغسطس. طبعا في الأخبار أيضا يعني ورد بيان لشركة أرامكو السعودية بأن الحديث عن دخول شركة أرامكو في يعني العملة الافتراضية البيتكوين غير صحيح، وأن يعني هل الأمر تنفيه أرامكو جملة وتفصيلا، هذه ما ورد عن شركة أرامكو. هذه بالنسبة للأسواق. كذلك الأسواق الخليجية متابعين أذكر كانت على ارتفاع بداية يعني التعاملات في بورصة أبوظبي، طبعا يعني هناك يعني نقاط صعود كثيرة في سوق أبوظبي، أيضا دبي على ارتفاع، كذلك بورصة الكويت هي بورصة محفزة الآن في التعاملات على ارتفاع، أيضا بورصة قطر على ارتفاع. ربما معظم الأسواق الخليجية الآن على ارتفاع في بداية التعاملات الأسبوع وبداية الشهر. هذه نبذة مختصرة عن أبرز البورصات العالمية وكذلك الخليجية والعربية. عن الأسواق السعودي أو السوق السعودي تحديدا المشاهدين، حتى قبل افتتاح السوق قد شهدنا بالأمس إغلاق المؤشر عند مستوى 11066 نقطة بعد أن سجل مكاسب كبيرة منذ بداية الافتتاح، ولكن تقلصت المكاسب هذا في يعني آخر جلسة وآخر ساعة من جلسات الأمس في السوق. طبعا يعني السوق السعودي كما ذكرت كان قد سجل في 11066 نقطة بدعم من يعني نتائج بعض الشركات خصوصا في قطاع المصارف تحديدا، بدعم من سهم مصرف الراجح وكذلك مصرف الإنماء وبقية يعني أداء المصارف. ننتظر وياكم الآن افتتاح المؤشر السعودي في بداية شهر جديد وأيضا بداية أسبوع وبداية تعاملات جديدة، والمحافظة على المكاسب يعني خلينا نقول لليوم السابع على التوالي في مؤشر سوق الأسهم السعودي، وأيضا المحافظة على المستويات السعرية فوق مستوى 11000 نقطة، هذه تمثل نقطة مهمة. إذن ارتفاع للمؤشر ب 26 نقطة الآن، افتتاح عند مستويات 11093 نقطة للمؤشر، كما ذكرت ارتفاع ب 26 نقطة، ارتفاع ب 20% لأداء المؤشر مع بداية التعاملات في سوق الأسهم السعودية. أكثر